المخابرات التطبيقية في فندق بيتانغراس ولتبديد الضغط والروتين. خصص الناخب الوطني هذه الجولة لأشباله بعد الفترة المعتبرة التي قضاها، ولا يزال يقضيها اللاعبون مع بعضهم منذ تربص سيدي موسى. نتابع. بعد خوض مباراة تطبيقية بين الاحتياطيين والتشكيلة المثالية والتي فاز بها الاحتياطيون، خصص الطاقم الفني بقيادة الناخب البوسني وحيد خليلوزيتش مأدبة عشاء بفندق بيتانغراس من داخل فندق بيتانغراس بعثة الشروق.